يا
لقى ليلي وطال ظلامه طال ظلامه طال ظلامه ناديت يا رب فكنت كنت ضيائي. الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله. يعني ما شاء الله بجد. جميل جميل جميل. إن شاء الله ربنا يحفظك. هنتكلم إزاي بقى بعد الإنشاد ده هنقول إيه؟ أنا قلبي والله كنت حاسس بيه. ما شاء الله ربنا يحفظه يا رب. ويبارك فيه يا رب وينبته نباتا حسنا يا رب يا رب وينفع به يا رب. طيب شيخ احمد دلوقتي احنا دايما في راس السنه الهجريه بنقول كلمه كل سنه انه دلوقتي ما بقاش في هجره زي ايام النبي صلى الله عليه وسلم، بس احنا نقدر ان احنا نقدر نعمله ان احنا نهجر المعاصي اللي احنا كنا بنعملها. فممكن نتكلم في النقطه دي. انا بس عاوز اسمع انشاد تاني. اكيد انا هاخدها بس كده في 60 ثانيه سريعا لان انا مستمتع بشيخ عبد الرحمن، يعني 60 ثانيه اريحه بس. يعني انت قدامك دقيقه ترتاح. بس فقط يعني انا المفروض ما اتكلمش والله النهارده، بس انا عاوز اقول ان الهجره معناها الترك، واحنا الهجره نوعان، يعني هجره من بلد الى بلد اللي هو زي الهجره من مكه الى المدينه، ودي خلاص انقطعت. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال لا هجره بعد الفتح، امال ايه اللي باقي؟ قال ولكن جهاد ونيه. فانا عندي بقى الهجره الثانيه بقى اللي هي النوع الثاني اللي هي الهجره الشعوريه. دي هجره شعوريه اللي هي الهجره النفسيه اللي احنا بنتكلم عليها، هجرات من المعصيه الى الطاعه. ده اللي احنا محتاجين نتحول بقى، نتحول من المعصيه الى الطاعه، نتحول من الدنيه الى السماويه، نتحول من الارضيه الى السماويه. الانسان دايما ما بقاش دوني، لكن لابد ان يكون علوي، لابد ان يكون سماويا، ما ينفعش اللي هو دائما يهبط إلى الأرض. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لكن ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وفي رواية يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية إنما الأعمال بالنية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإحنا محتاجين الهجرة هنا هجرة من المعصية إلى الطاعة. كل واحد ينظر في نفسي، أنا داخل على سنة هجرية جديدة، السنة الهجرية دي لابد أن أنا أعمل خطة بقى زمنية، أنا محتاج عندي 8000 ساعة جاية إن شاء الله، 8000 ساعة إزاي هصلي، إزاي أقرأ القرآن، إزاي أستفيد، إزاي أتقدم من الضعف إلى القوة، إزاي أنتقل من معصية، إيه المعصية اللي مأثرة عليا فلازم أنتقل إلى الطاعة، وهو ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وإيه؟ جهاد ونية. فيبقى الجهاد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وتبقى النية الدائمة في كل وقت وكل حين. شيخ عبد الرحمن أنا هقول لك بقى هتنشد إيه دلوقتي. طبعا الأغنية اللي أنا بحبها جدا والناس كلها بتحبها، بس يا رب يكون حفظها. أيوة قمر. هو أصلا أنشدها المرة اللي فاتت في الحلقة وكانت رائعة منه بجد، فعلشان كمان ده النشيد الوطني على فكره لسيد الوطني للمنشدين عموما ده. طبعا ده احلى النبوي يعني. ايوه نعم. يعني النشيد الوطني المحمدي. ايوه طبعا اللهم صل وسلم وبارك عليه الصلاه والسلام. واجمل منك لم ترى قط وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأن إنك قد خلقت كما تشاء قمر قمر قمر
قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الورى لولا ظهورا ولم يكن الورى لولا ظهورا ولم يكن الورى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمر ده انا عاوز ادخل على الانشوده اللي بعديها بقى. ماشي احنا فاضل لنا في الفقره بتاعتنا 3 دقايق. يبقى نكمل بيه بقى. نكمل بيه ولا نديله فرصه يتنفس كام ثانيه؟ لا انا مش عاوزه ياخد نفس بقى. مفيش نفس. اه لا لا لا, لا. انا عاوزه يكمل على طول ما شاء الله. طيب انت بس يعني هدي صدى الصوت شويه ممكن؟ اه. طيب خير ان شاء الله. يلا هتبدا لنا بيه يا شيخ عبد الرحمن بقى. اه صلى على من ذكر الله. طيب يلا بسم الله ما شاء الله. ده هنختم بيها؟ اه ان شاء الله. طيب ما شاء الله بسم الله. يلا بسم الله يلا. صلوا على من ذكر الله نور الهدى ياسين وطه صلوا على من ذكر الله نور الهدى ياسين وطه حيته يوم الغار حماما والعنكبوت وتلك علاما حيته يوم الغار حماما والعنكبوت وتلك علاما وتظله في الحر غماما يا سعدنا والله بطه صلوا على من ذكر الله نور الهدى ياسين وطه صلوا على من ذكر الله نور الهدى ياسين وطه فهو الذي نشتاق نراه سبحان من بالنور حباه فهو الذي نشتاق نراه سبحان من بالنور حباه فلعلنا بالعين نراه يا عزنا والله بطه صلوا على من ذكر الله نور الهدى ياسين وطه صلوا على من ذكر الله نور الهدى ياسين وطه بارك يا حبيبي رسول الله اللهم
ما شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين ومنورتونا النهاردة. ومشاهدينا خليكم معانا، لسه عندنا فقرات تانية في حلقتنا النهاردة، وبشكركم طبعا. وخليكم معانا مشاهدينا بعد الفاصل. أنت قمر، أنت شمس، أنت قمر.
أنت نور فوق نور، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح السرور، طالع البدر علينا من ثاني منفوح دايما يا ابني. ما شاء الله ما شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين. سنه حضرتك. احنا طبعا النهارده مشاهدينا عندنا حلقه خاصه جدا عن راس السنه الهجريه، كل سنه وكل مشاهدينا طيبين. برحب بضيفي الشيخ احمد الملكي نعم الازهر الشريف، كل سنه وحضرتك طيبه. وارحب بالمنشد عبد الرحمن محمد، كل سنه وانت طيب ودايما كده منورنا في كل المناسبات الجميله. الله يكرمك. احنا طبعا عايزين نتكلم مع الشيخ احمد الملكي عن رأس السنة الهجرية، واحنا الاول في سنة كام، لانه يا شيخ احمد ممكن كتير جدا مننا مش عارفين بالظبط، مش حافظين السنة الهجرية. احنا سنة 1442. كل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة والعالم الاسلامي يا رب بخير وسعادة. وانا حقيقه فرحه السنه الهجريه تبقى فرحه عظيمه جدا، سواء على قلبي وعلى قلوبنا وقلوب المسلمين. عام هجري سعيد، عام هجري بنستقبله بالطاعه بالفرح، بنحاسب بقى على اللي فات سنه 1441 بكل الايجابيات اللي كانت فيها والسلبيات اللي كانت فيها. سنه هجريه بعد موسم حج عظيم، الناس بتستقبل شهر عظيم جدا من أعظم الشهور بعد رمضان، والصيام فيه مهم جدا. سنة هجرية، الهجرة اللي هي فرقت بين الحق والباطل، الهجرة دي يعني حدث مهم جدا في حياة الأمة إلى يوم القيامة، مش في حياة النبي بس عليه الصلاة والسلام. لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان في شوية حاجات كده النبي عانى منها، النبي عليه الصلاة والسلام، من يعني هجر قومه له، هجر قريش لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك سيدنا النبي تحمل الأذى كل ده في سبيل الله تبارك وتعالى. وكان النبي يعرض نفسه على القبائل عليه الصلاة والسلام، وكان يقول من يحملني من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا منعتني من أن أبلغ رسالة ربي عليه الصلاة والسلام. وهو النبي اللي كان ملقب بالصادق الأمين، هو صلى الله عليه وسلم قبل أن ينبأ، قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، بدأوا يكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام من باب الاستكبار ومن باب العناد ومن باب الجحود، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنه ما هو والله إلا نبي كريم صلى الله عليه وسلم. لكن النبي حب يتخذ كده بعض، يشوف بعض البلاد بعض المدن اللي هو يروحها عشان يبلغ دي دعوة يا جماعة، دعوة دين الله عز وجل لابد ان هو ينتشر في جميع ارجاء الارض بالاخلاق الطيبه وباخلاق الاسلام وباخلاق القران، باخلاق النبي عليه الصلاه والسلام التي علمنا اياها صلى الله عليه وسلم. ويكفيه شرفا قول ربي وانك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه واله وسلم، لما سئلت امنا عائشه عن اخلاقه عليه الصلاه والسلام قالت تنثر الدر عبقريا عجيبا، لا من مسقط ولا من عمان كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. لما اختير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا نبيا أو بين أن يكون عبدا نبيا، اختار أن يكون عبدا نبيا، ويكفيه شرفا قول ربه سبحان الذي أسرى بعبده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان يعرض نفسه على رحل الطائف، وحصل ما حصل في يوم الطائف، وبقى النبي عليه الصلاة والسلام بدأ، طب نزل ملك الجبال يعني إن الله أمرني إن إذا أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، ومع ذلك قال لا عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وبعدين النبي يقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى آخر الدعاء المشهور. ويرجع تاني عليه الصلاة والسلام في موسم الحجيج، أيها الناس إني رسول الله
من يحملني، من لغاية لما جت البيعة بقى وبدأ النبي هيهجر هيسيب مكة غصب عنه عليه الصلاة والسلام، هيروح ينتقل إلى موطن جديد تكون فيه دولة الإسلام التي هي ملء السمع والبشر، يشهد التاريخ، يشهد القاصي والداني بهذه الأمة العظيمة. لو نطقت السماء ولو نطقت الأرض لأخبرت السماء والأرض أنها لم تشهد منذ أن خلق الله السماوات والأرض أمة أقوى ما على الهدى والحق من هذه الأمة، أمة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبدأ النبي يبص كده على جبال مكة ويخرج وينظر إلى نواديها ويخرج وينظر إلى الكعبة، والله إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي صلى الله عليه وسلم متجها إلى يثرب آنذاك، ثم بعد ذلك اللي هي طيبة وبقى مدينة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا تلاقي الحدث المهم ده فرق الله عز وجل به بين حق بين الباطل وبين الحق، وقامت دولة الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى. احنا هنتكلم بعد كده كتير جدا عن أسباب الدروس المستفادة، لكن أنا شخصيا أنا محتاج بقى أستمتع وأفرح النهاردة بسيدنا الشيخ عبد الرحمن وبصوته العذب الرقراق ده ما شاء الله. عبد الرحمن كل سنه وانت طيب مره ثانيه، واحنا عايزين النهارده بقى بما انك موجود معانا كده هو نجم اليوم في الاستوديو في بيت دعاء موجود عندنا في البيت، فاحنا عايزين النهارده وهنشرب ميه النهارده عشان هو عارف ما شربش كان صايم. ايوه واحنا عايزين النهارده نستمتع كده بالانشاد معاك ونحس فعلا انه عندنا عيد كده راس السنه الهجريه، يوم جميل. والإنشاد على فكرة النبي لما راح هو بيبني المسجد، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا صح سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة إيه أبينا أبينا أبينا. طب يلا يا شيخ أحمد نبدأ، إحنا عايزين أنت النهاردة كمان بما أننا في العيد كده تعمل إنشاد معنا. أنا؟ طب قول مع عبد الرحمن. هقول مع الشيخ عبد الرحمن إن شاء الله. طيب ماشي يلا. هتقول اللي هي دي؟ لا لا هو بقى نشوفه ايه بقى. والشيخ احمد معاك بقى. ماشي يا ربنا يستر. لرسول المولى معجزة، لرسول المولى معجزة. لرسول المولى معجزة نزلت بكتاب الله حكم، لرسول المولى معجزة نزلت بكتاب الله حكم، لحق الأعداء به يوما، لحق الأعداء به شكى الصديق له بألم، فاختار الغار ليختفيا، ودعا الرحمن لكي يسلم، فإذا بالغار عنكبة نسجت بالباب، فلم يعلم خير البريا يا ما أنت إلا كنز العطية، حاشاك تغفل عنا وتبخل، حاشاك تغفل عنا وتبخل، يا خير مرسال ارحم شاجيا، يا خير مرسال ارحم شاجيا، خير البريه
كنز العطية، ما أنت إلا كنز العطية، يا بحر فضل وتجعدل، يا بحر فضل وتجعدل، جود لي بوصل قبل المني، جود لي بوصل قبل المنية، خير البرية نظر إلي، خير البرية نظر إلي، ما أنت إلا كنز العطية، ما أنت إلا كنز العطية. ما شاء الله. ما شاء الله عليك. ما شاء الله يا شيخة رحمة. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله على الجمال والإحساس. وكل سنة وانتم طيبين ومشاهدينا، خليكم معانا لسه حلقتنا مكملة بعد الفاصل.